بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین محترم, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 سے آخر تک صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.